والعالم يعترفوا لبقية الأطراف أنه هذا الموقف هو اللي عم بيخلص البلد. يا سيدتي أنا بدي أقول لك شغلي يمكن العالم ما بتعرفها لحد هلا، بقلب الجيش، بحلب الجيش في إجراءات اتخذت بهاليومين الأخيرين ضد أشخاص عم بيرفعوا أعلام حزبية داخل الجيش. قيادة الجيش الواعية للأمر تماما أخذت القرار وشحطت كل هالعناصر اللي موجودة بالجيش اللي عملت هيك. فصلت؟ تم فصل عناصر نعم الجيش نعم اللبناني؟ نعم نعم. سمعنا عنا ما انكتبت ولا محل صح؟ بكره بتسمعي عنا، بكره بفتشوا علي الإعلاميين وبتشوفي. تم فصل عم بتقول مجموعات حزبية تبع لمين؟ لأي حزب؟ بكره بينعرف. داعش؟ أعلام حزبية؟ لا مش داعش، لا مش داعش. مش داعش. حزب الله؟ غير الطائفة السنية. حزب الله، ناس محمسين لحزب الله، نعم. وتم فصل من الجيش؟ نعم لم فصل. طيب بيقولوا انه هذا الجيش واقع بشكل كامل يعني تحت امرة حزب الله، حزب الله بدير كل شيء، حتى المعارك وعم بيخلي الجيش يعملها عنه. اذا بتسمحي انا رح اعطي رايي بهالموضوع هذا. مش وقت اليوم نفتش على الاخطاء اللي ارتكبها فلان او فلان داخل الجيش. شغلتنا وعملتنا اليوم نأيد الجيش مش بالتصفيق فقط، مش نزقف له فقط. يعني مش نعمل مثل سرية إيطالية تليانية رئيسة كوموندان عم بيقلن للعسكر إنه بدنا نهجم، بعد أنا للثلاثة وبنهجم على المحل الفلاني، نهجم كلنا سوا. عد واحد اثنين ثلاثة وهجم لحاله، زقفوا له العسكرية ورا برافو كوموندانتي. نحن مش شغلتنا نزقف للجيش، في أعمال وهلأ بنحكي فيها، في إدارة معينة داخل البلد كلها سوا التي تساعد على كبت